برحب بحضراتكم في الحياة اليوم، حلقة جديدة بعد 6 شهور من حكم مرسي. كتبت على الفيسبوك أقول إن مكتب إرشاد جماعة الإخوان بيفكرني بالمكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفيتي في آخر أيامه، نفس التخبط ونفس درجة إنكار الواقع. الفرق في الحالتين إن الرفاق الشيوعيين كانوا من غير دؤون، القدر أهدى الأجيال اللي كانت بتحلم بالتخلص من الحزب الشيوعي، أهداها قيادات زي ما بيقولوا أكل عليها الزمن وشرب. ده اللي عجل بنهاية الحزب، وعجل كمان مش بس بنهاية الحزب ولكن بانهيار الإمبراطورية السوفيتية. المناسبة اللي خلتني أفتكر ده كله إن خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الإخوان خرج عن صمته لأول مرة من يوم ما اتقبض عليه. النهاردة في المحكمة وأثناء الجلسة الخاصة بالقضية بتاعت أحداث مكتب الإرشاد، الشاطر قال بعض العبارات، منها مش هنبطل هنسافر، مش هنسافر، مش هنبطل، قاعدين على قلبكم، مكملين حد البلد ما تتطهر، معادنا في التحرير، وكل سنة وانتم طيبين يا مصريين. كل الأحداث الدراماتيكية المهمة اللي حصلت الفترة الماضية لم تؤثر على الشاطر ولم تقطع صومه عن الكلام، وما طلعتوش من هيئته اللي بيبدو فيها كالزعيم الوقور. هل التطور ده له علاقة بقرار مصادرة محلات سوبر ماركت زاد اللي بيملكها الشاطر؟ جايز، لكن مش ده المهم. المهم إن كلام الشاطر وكلام محمد بديع وصفوت حجازي وغيرهم اللي بيرددوه وبيقولوه من جوه القفص بيبرهن على إن الناس دي صورة طبق الأصل من القادة الشيوعيين اللي جابوا الحزب الشيوعي وجابوا الإمبراطورية السوفيتية الأرض. خلونا نشوف أهم الأحداث بتاعة النهاردة. النهاردة الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة قال إن اجتماع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بحضور وزراء المالية والتنمية المحلية والاستثمار تناول موضوع الباعة الجائلين في وسط القاهرة. أضاف في مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء إن المناقشات حاليا حول الأزمة اللي بيهتم بها رئيس الجمهورية. المناقشات تضمنت إنشاء 1000 مكان في جراج الترجمان بالإضافة إلى أراضي أخرى حول المكان ده. محافظ القاهرة قال إن لقاء اليوم للاستقرار على فكرة إيجاد مكان بديل وسريع وفوري، وتم الاستقرار على انتقال الباعة الجائلين من وسط البلد إلى جراج متعدد الطوابق بالترجمان بيتسع لأكثر من 3000 مكان علشان الباعة الجائلين ينتقلوا إليه على أن يتم بناء مكان آخر بعد 3 شهور. المحافظ برضو قال إن الاجتماع ناقش أيضا مسألة أن توفر مصانع الحديد والصلب الاحتياجات اللازمة في إطار خدمة مشروع نقل الباعة الجائلين. معانا على التليفون، لسه التليفون مش جاهز، هنروح لخبر آخر كمان. المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء عمل اجتماع النهاردة لبحث مخزون السلع التموينية والاستعداد لشهر رمضان ومدى توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية. ده كان بحضور وزير التموين الدكتور خالد حنفي. الحكومة قررت طرح كميات كبيرة من السلع التموينية خلال شهر رمضان الكريم. معنا اللواء محمد أيمن نائب محافظ القاهرة لشؤون المنطقة الغربية على ما أعتقد. مساء الخير يا سيادة اللواء. أهلا بك سيادة اللواء، قول لنا إيه اللي حصل النهاردة في جولة المحافظ في ما يتعلق بمسألة نقل الباعة الجائلين إلى جراج الترجمان؟ لا، هو الموضوع ده قرار، ولكن الجولة كانت شاملة برضو الاستمرار في رفع كافة الإشغالات من الشارع، تحقيق انضباط الشارع، وطبعا لابد من إيجاد مكان بديل لحين بناء أسوأ. وكان فعلا القرار أن إمكانية نقل الباعة الجائلين إلى منطقة الترجمان لتحقيق سيولة المرور وإعادة تسكين الباعة الجائلين. طب هل من المكان وبصفة مؤقتة؟ طيب في تصورك يا سيادة اللواء المسألة دي هتستغرق كام وقت؟ على حسب بقى معدلات الأداء في البناء. يعني ممكن يوم يتم فيه ورديتين، ممكن يتم فيه 3 ورديات، 3 في 8، 8 ساعات.
يعني ممكن على مدار ال 24 ساعه. وكذلك كثافه العماله والمعدات. طيب النهارده المحافظ هو بيتفقد الاشغالات بتاعه الطرق في شارعي قصر العيني والمبتديان. كان في اعتراضات من قبل بعض المواطنين، بعض الباعة الجائلين، حتى احد المواطنين او احد الباعة الجائلين اعترض على المحافظ وقال له ان في ثورة جديدة هتقوم بسبب هذه القرارات. انا ما شفتش اعتراضات، انا كنت مرافق لي في منطقة جاردن سيتي، وبرضه كانت اي اشغالات، يعني ممكن تكون عربية واقفة في الممنوع يعتبر اشغال. اشغال مش باعة جائلين بس او افراد، لا افراد او عربات، او عربات متهالكه تستوجب الازاله او اي حاجه، لان هو الشارع ملكيه عامه و تمام كيف كذلك. طيب انا ما شفتش اعتراض بصراحه. بشكرك شكرا جزيلا، اللي هو محمد ايمن نائب محافظ القاهره للمنطقه الغربيه. النهارده وزراء حكومه المهندس ابراهيم محلب بداوا جولاتهم من الساعة 7 الصبح طبعا حسب التعليمات، ده تاني يوم بعد ما حلفوا اليمين. كان ليهم جولات، منها مثلا جولة الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، وجولة قام بها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف النهاردة، اللي عقد مؤتمر عن كتاب القيم الأخلاقية اللي سيدرس في المدارس، وشارك في تأليفه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا توادرس بابا الإسكندرية. دكتور عادل العدوي وزير الصحة قام بجولة مفاجئة في مستشفيات أم المصريين ورمد الجيزة، ويمكن حضراتكم شايفين دلوقتي دي مشاهد أو صور من هذه الجولة اللي قام بها الدكتور عادل العدوي وزير الصحة. طبعا بنفكر حضراتكم أنه الجولة المفاجأة اللي قام بها المهندس إبراهيم محلب أول امبارح في مستشفى قصر العيني الفرنساوي، واكتشف كم كبير من التقصير والإهمال، وعقد امبارح لقاء واجتماع عاجل مع وزير التعليم العالي ومع رئيس جامعة القاهرة، واتخذ قرارات يعني مهمة. وزير الصحة قال إن العمل بالعيادات داخل المستشفيات هيبدأ الساعة 7 صباحا، وده بداية من النهاردة. قال أو أكد إن البلد كلها بتشتغل من الساعة 7 الصبح. طبعا على خلفية الزيارة المفاجئة لوزير الصحة لبعض مستشفيات الجيزة، قرر إقالة مدير مستشفى ناصر العام بشبرا، وإحالة كل من مدير قسم العناية المركزة وقسم الحضانات للتحقيق. كمان الفريق أول صدقي صبحي قام بجولة في تفقدية للمنطقة المركزية، قام بافتتاح عدد من المنشآت الثقافية والإدارية والرياضية بقيادة المنطقة المركزية العسكرية. اللواء محمد إبراهيم كمان وزير الداخلية قاد حملات أمنية في منطقة شبرا، واستهدفت إزالة كل أوجه الإشغالات والمخالفات بهدف ضبط كل المخالفات المرورية. ودي صور لوزير الداخلية أثناء هذه الجولة. طبعا الجولات دي كلها تهدف لإعادة الانضباط مرة أخرى إلى الشارع المصري. وزي ما قلنا لحضراتكم طبعا في البداية، الجولة اللي قام بها محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد في بعض مناطق المحافظة. هناخد فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله هنكمل جولتنا الإخبارية، أهم الأحداث اللي جرت النهاردة في مصر. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في الحياه اليوم، وزي ما حضراتكم تابعتوا معنا في الجزء الاول من فقرتنا الاخباريه، احنا تابعنا جولات لكثير من المسؤولين والوزراء قاموا بها جولات ميدانيه النهارده في مختلف المناطق. خلونا نشوف تقرير عن الجولات اللي قام بها عفوا محافظ القاهره الدكتور جلال السعيد. حملة مكبرة لإزالة تعديات الباعة الجائلين تشنها محافظة القاهرة بشوارع العاصمة كافة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، حيث شهد اليوم محيط ميدان رمسيس رفع العديد من الإشغالات وتنظيف أرصفة الميدان والشوارع المؤدية له. من حوالي 10 أيام تقريبا تم إخلاء ميدان رمسيس من الباعة الجائلين
بتكلم على نهر الشارع وقصب حالات الميدان في سهوله في الحركه. طبعا ميدان رمسيس والاسعاف وشارع الجلاء وشارع رمسيس وهكذا. بندور بالفعل على اماكن عشان يبقى فيها الباعة الجائلين موجودين بعيدا عن الطريق وعن الرصيف ايضا ان شاء الله باذن الله. ارصفه تقتض بباعة يتخذون منها منصه للترويج لبضائعهم، ورغم وعود المسؤولين بإقامة أسواق بديلة لهم إلا أنهم يتخوفون من عدم تحقيق هذه الوعود، مطالبين بسرعة التنفيذ على أرض الواقع. ما ديناش مكان فاضي في صحراء، مكان ملوش أي قيمة ولا ليه أي عزة، ولا نديتك البديل. يديني البديل في مكان كويس جدا بحيث ان انا اعرف اعيش منه وعايش اولادي وابقى راجل كويس، وحتى اولادي حتى يتعلموا تعليم كويس. سيد المحافظ بيقول لك احنا هنوديكم المطريه، سوق المسله. المطريه اول ما تنفعش معانا، يدينا بديل في اماكن فاضيه في رمسيس وفي احمد حلمي. والمحافظه تدرس لهؤلاء انشاء اسواق على وجه السرعه وفق ما اكده محافظ القاهره لاظهار وجه حضاري للميدان بل لربوع القاهره كافه. إيجاد البديل أولا قبل الإزالة مطلب الباعة الجائلين هنا في ميدان رمسيس من الحكومة التي تضع ضبط الشارع المصري في أولى أولوياتها، رافعين شعار لا لاحتلال الأرصفة. سمر يحيى، الحياة اليوم. النهاردة محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة قررت إحالة 12 متهم في قضية أحداث العنف بكرداسة وإنشاء تنظيم تكفيري إرهابي وقتل الشهيد اللواء نبيل فرج مساعد مدير أمن الجيزة، واللي بيحكم فيها 23 متهم قررت إحالتهم إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشخصي في القضية. حددت جلسة 6 أغسطس المقبل لورود تقرير دار الإفتاء المصرية والنطق بالحكم على باقي المتهمين. تعالوا نشوف تفاصيل أكثر في هذا التقرير. قررت المحكمة لإحالة أوراق كل من المتهمين إلى تقييم الموت جمهوري أصل عربية وإبداء الرأي الشرعي في الدعوة. هكذا قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بترى بإحالة أوراق 12 متهما في قضية أحداث كرداسة وقتل اللواء نبيل فراج إلى فضيلة المفتي، محددة جلسة 6 أغسطس للنطق بالحكم. قضية كانت النيابة قد وجهت فيها للمتهمين البالغ عددهم 23 متهما تهما بقتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها ومقاومة السلطات وحيازة أجهزة اتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد. قضية كان الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي لمصلحة الطب الشرعي قد كشف فيها حقيقة مقتل اللواء نبيل فراج أثناء مداهمة كرداسة بمحافظة الجيزة، حيث تمت من قبل مجرمين إرهابيين استخدموا طابنجة 9 ملم في قتله، وذلك في شهر سبتمبر من العام الماضي. إسراء سعد، الحياة اليوم. تتابع وزارة الخارجية على مدار الساعة التطورات الخاصة باحتجاز عدد من الشاحنات المصرية والسائقين المصريين في مدينة البريغا غرب بنغازي في ليبيا. الوزارة بتجري اتصالات مكثفة مع السلطات الليبية المختصة وبالتنسيق مع الأجهزة المصرية لمتابعة تطورات هذه الأزمة، فضلا عن إجراء اتصالات أخرى مع شيوخ والقبائل رؤساء القبائل وزعماء القبائل الليبية في المنطقة الشرقية للعمل على سرعة الإفراج عن الشحنات أو الشاحنات والسائقين المصريين. الوزارة جددت مناشدتها للمواطنين المصريين بعدم السفر إلى ليبيا خاصة في ضوء تكرار حوادث احتجاز الشاحنات. هنطلع كمان فاصل ونرجع نكمل جولتنا الإخبارية بإذن الله. ورحب بحضراتكم مرة ثانية في الحياة اليوم. معرض للسلع والمستلزمات الرمضانية، ده معرض بيقام كل سنة بهدف بيع كل سلع رمضان بأسعار مدعمة بأسعار معقولة للمواطنين. المعرض ده بيشارك فيه عدد كبير من الشركات وأصحاب المحال عن طريق شراء مساحات مخصصة ليهم داخل أرض المعارض علشان يعني يعلنوا ويروجوا لنشاطهم. أحد أصحاب الشركات فوجئ امبارح بأنه إدارة المعرض بترفض أنه تديله مكان رغم أنه اشترى هذا المكان زي ما هو بيقول،
وحصلت مشكلة طبعا، ده أدى إلى خسائر لهذا الشخص صاحب الشركة وأصحاب شركات أخرى. عموما علشان نستوضح الصورة بشكل أفضل، معانا على التليفون الأستاذ أحمد الضبع، أحد أصحاب الشركات اللي توقف نشاطها امبارح داخل المعرض، ومعانا كمان الأستاذ أحمد الديب رئيس المعرض. أنا هبدأ مع الأستاذ أحمد الضبع الأول، اللي هو يعني بيقول إنه متضرر، إيه الحكاية بالضبط يا أستاذ أحمد؟ مساء الخير عم بيه. مساء الخير يا فندم. كل سنة وسعادتك طيب وكل المشاهدين طيبين بحلول الشهر الكريم دوت. طبعا احنا شركتنا من احدى الشركات الكبيرة، والحمد لله باعت في قلب المجال ده في استراد هميس الأبرام، وطرحه في السوق بأسعار لا تقبل النفس. من حوالي بتاع 35 يوم أو 40 يوم قامت هيئة المعارض المصرية بإرسال عن طريق ميل الأستاذ خالد مصباح للتسويق عندي، ميل بالرغبة في اشتراكنا بمساحة كبيرة في معرض مستلزمات رمضان، واللي هو بيحمل اسم أهلا رمضان. وبالفعل تم تخصيص مساحة، تم العرض عليا الموضوع، وخصصنا مبلغ من الشركة لتوفير جميع ما هو يحتاجه هذا المعرض من توفير سلع اليمنيش بأسعار مخفضة. ويمكن احنا هدفنا بيه مش البيع، ولكن هو نعمل توازن. طب فين المشكله يا استاذ احمد؟ يعني لغايه دلوقتي الامور ماشيه كويس، فين المشكله؟ يا فندم، قمنا بملء الاستماره اللي جايه من الهيئه المصريه لعمل معرض الاستماره، ودفعنا المبلغ اللي هو كان، وخصصنا مساحه 36 تم طبعا تجهيز اداره التسويق واداره المبيعات عندي لجميع السلع الخاصه بيميش رمضان، وخصصنا كميات للمعرض دي باسعار يعني ترضي المستحق ونحد من المغالاة. الا اللي فوجئنا من خلال 48 ساعه بان المعرض بعد تجهيزه وبدانا البضاعه كله، الا ان اداره المعرض بوجود الاستاذ خالد عبد الله مدير التسويق هناك قال ان المعرض اتلغى. ليه؟ يا جماعه قال لك ان في احد المشاركين معاهم او احد الشركاء معاهم ما قامش باتفاقه، ما نعرفش ما فهمناش ايه، ولغى المساحه طيب المخصصه لكامل طيب هذا المعرض. خليك معايا يا استاذ احمد، خليك معايا الاستاذ احمد الديب رئيس المعرض. مساء الخير يا استاذ احمد. رد حضرتك على ما يعني تفضل به الاستاذ احمد الضبع. لا انا احب اوضح بس حاجه، هو كان في معرض اهل رمضان كان بيقام في صالتين، صاله 19 وصاله الصندوق الاجتماعي. لما صاله 19 العدد ما اكتملش، طلبنا من العارضين ان هم يجمعوا نعمل الكبر المعرض في صاله الصندوق الاجتماعي في الدور العلوي، وبعتنا لكل العارضين ان هم يشاركوا في صاله الصندوق الاجتماعي، وده نفس المعرض بنفس الزائرين بنفس الفتره بنفس الدعايه. في بعض العارضين استجابوا وفي بعض العارضين رفضوا، بس هي ده المشكله يعني. طيب يا استاذ احمد الضبع، يعني الاستاذ احمد الديب يعني شرح المساله ببساطه يعني. ببساطه ما حصل كلام دوت، احنا فوجئنا ب 48 ساعه الغاء المعرض، وقالوا لنا انتوا هتبقوا موجودين في صاله صندوق اللواء الاجتماعي، وبعت احد المندوبين من عندي تقابله مندوب الصندوق الاجتماعي وقال لك المساحه عندي تملى والكلام دوت مش هينفع، انتوا ما لكمش مكان عندنا. ده قبل 48 ساعه من بدايه المعرض؟ قبل 48 ساعه بالظبط. الكلام ده اول امبارح، وموجود الاستاذ خالد عبد الله ماسك مدير التسويق في هيئه المعارض، هو نفسه حاطط علامات استعجاب بهذا الكلام، رفض حتى الحديث معايا، قال انا مش عارف اقول لك ايه، ان انا احرم المستهلك المصري واحملك تكبدات وخسائر. ما طيب حصلش. انا لما قال لي موجوده الصاله الثانيه قلت له انا مش شايف الصاله 19 من 18، انا المهم ان انا ابقى متواجد عشان اوصل سلعتي بالسعر المناسب للمستهلك المصري. طيب ما هو الاستاذ احمد، الاستاذ احمد الديب، لا لو سمحت، الاستاذ احمد الديب بيقول انه عرض عليكم صاله ثانيه، ايه المشكله؟ ما حصلش يا فندم، موجود استاذ احمد، ما حصلش، موجود استاذ خالد عبد الله، ما حصلش مدير. طيب التسويق يا استاذ احمد الديب، الراجل بيقول ما حصلش. عرضنا على كل العارضين من قطاع من الصناعات الغذائيه ان هم يشاركوا في صاله صندوق الاجتماعي في الدور العلوي، وكانت الدور ده مخصص بالكامل، وده مساحته حوالي 1500 متر، وعملنا لهم بسعر غير يعني بسعر سعر سعر مناسب جدا يعني، ولكن طيب هم العارضين متعودين هم يعرضوا في صاله 19، وكان مساحه العرض اللي تم حجزها لا تسمح ان انا اعمل افتح صاله كبيره طيب
بشكركم العارضين في نفس الفترة. انا بشكركم شكرا جزيلا للاستاذ احمد الضبع اللي هو بيقول انه تضرر من هذا الموضوع، والاستاذ احمد الديب رئيس المعرض، واحنا عرضنا وجهتين النظر، لكن طبعا في النهايه ربما القانون هياخد مجراه، وفي جهات تحقيق اكيد هتعرف يعني تقول مين الغلطان ومين اللي مش غلطان. هناخد فاصل ونرجع نكمل معاكم حاليا. برحب بحضراتكم مرة تانية في الحياة اليوم. مشاكل التعليم مشاكل يعني متعددة ومتشعبة، العملية التعليمية بتتعرض لانتقادات حادة طوال السنوات الثلاثين الماضية، يعني في ناس بيوصفوها بأنها دخلت حالة من الفوضى من الارتباك، يعني ده وصف يمكن بيستخدم وبيتم إطلاقه على السياسات التعليمية في مصر، هذه السياسات اللي انعكست بالسلب على أوضاع التعليم. في ناس حتى بيصلوا لدرجة أنهم يقولوا فساد العملية التعليمية، بيقولوا شروخ في جدران المجتمع نتيجة لفساد العملية الاجتماعية. أصبح التعليم يعني مجال للتخبط وللرؤى الشخصية، حقل تجارب لكل وزير، كل ما بيجي يفعل ما يريد، مع كل تغيير بيبدأ الوزير الجديد من حيث بدأ يعني سابقه، كانت النتيجة كما يصورها كثيرون انهيار منظومة التعليم. هل فعلا انهارت منظومة التعليم في مصر؟ هل في تضارب وفي فوضى في اتخاذ القرارات اللي بتخص السياسة التعليمية بدل من اتباع استراتيجية واحدة لتطوير التعليم؟ لناس بتجد قرارات متعارضة بل ومتضاربة في كثير من الأحيان. الليلة دي هنفتح ملف أوجاع التعليم وأيضا ملفات أخرى، نظرا لأن ضفنا يعني متخصص في أكثر من مجال، الأستاذ الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم الأسبق، مشرفنا ومنورنا في الحياة اليوم يا دكتور. أهلا بك حضرتك. طيب مدام احنا بدأنا بالتعليم لابد أن احنا نأخذ تقييم حضرتك، وحضرتك كنت أعتقد فترتين كنت متولي هذه المسؤولية الثقيلة، كيف ترى الآن منظومة التعليم في مصر؟ يعني التعليم جزء من المجتمع، بيتأثر بكل ما يوجد في المجتمع من أسباب سواء إيجابية أو سلبية، وبالتالي يمكن أن نحن نقيم التعليم في معزل عن المجتمع. بالتأكيد التعليم المصري بيعاني من مشاكل وتحديات كبرى، ودي استمرت على مدى أكثر من 50 سنة، مش هقول 30 سنة، بس في الواقع احنا عندنا تحدي كبير جدا متعلق بزيادة سكانية كبيرة. كل سنة عدد كبير جدا من أولادنا وبناتنا الجدد بينضموا للمدارس، فده محتاج إمكانيات واسعة من الدولة عشان تهيئ الفرصة لاستقبالهم، سواء فيما يتعلق بالأبنية التعليمية، فيما يتعلق بتأهيل المعلمين وتدريبهم وإعدادهم لهذه المهمة التي تمثل يعني عنصر رئيسي في العملية التعليمية، بالإضافة إلى ما يتعلق، اتكلمت عن السياسة التعليمية، نتكلم عن نظام التعليم نفسه ومدى كفاءته، رقابة المجتمع على المدارس هل موجودة ولا غائبة، هل التعليم المركزي يؤدي إلى نجاح العملية التعليمية أم يؤدي إلى فشلها، كل دي عناصر بتلعب دور في المسائل التعليمية، بإضافة المناهج إلى آخره. لكن في اعتقادي في كل الأحوال أنه لا يمكن إطلاقا نتكلم عن التعليم في معزل عن العوامل الاجتماعية المؤثرة عليه، مع تسليم المطلق أنه التعليم في مصر بيعاني من تحديات ومشاكل جسيمة. طب حضرتك كل العناصر اللي تفضلت بالإشارة إليها دي بتمثل يعني عناصر الاستراتيجية كان المفترض أنها تكون موجودة، الاستراتيجية دي كانت غائبة في نظر كثيرين خلال السنوات الثلاثين اللي فاتت. مش فقط استراتيجية على المستوى التعليم، يعني أعتقد متعلقة بأولوية التعليم داخل المجتمع، وده قرار في النهاية بيأتي من السلطة السياسية العليا في المجتمع. دايما كنا بنتناقش في الحكومة في سنة 2004-2005 مدى أولوية التعليم، وكنا بنشاكل في مجلس الوزراء أحيانا مع رئيس الوزراء فيما يتعلق بمحاولة الحصول على الأولوية للتعليم، لأن اللي بيحصل عملا أنك أنت لو عندك مشكلة حوادث قطارات بتفكر أول شيء أنك تعمل صرف كبير جدا في مجال كباري تعدي السكة الحديد أو قطارات حديثة إلى آخره، لأن المجتمع بيعاني نتيجة أن في ناس بتموت بسبب هذا الأمر. لكن التعليم ممكن تأجله، لأن في النهاية ما كانش محدش يعني بيحس بمشكلته، ما كانش عنده أولوية، اللحظة لم يكن له أولوية بالتأكيد. كانت مشكلة رئيسية أنه كانت أولوية متأخرة للغاية، والدليل الاستثمارات في مجال التعليم على مدى يمكن 10 سنين الأخيرة في حكم مبارك
كانت لا تتجاوز 1.5 مليار جنيه للأبنية التعليمية، مبلغ ضعيف جدا بالنسبة للتحديات الكبرى، سواء في الكثافات العالية، سواء في المدارس بتشتغل أكثر من فترة، سواء في الأطفال اللي بيتولدوا جداد وينضموا إلى سلك المتعلمين. فده مثل بسيط على أن الأولياء كانت متأخرة بالتأكيد. طيب يعني السياسة التعليمية برضو كانت بتتغير طبقا لتغير الوزير، يعني كل ما بيجي وزير لازم يحط بصمته. محدش الكلام ده هقول لحضرتك، انا بسمعه بقالي 10 سنين باستمرار، هو ده مش صحيح وفي الحاح عليه، لكن اهميته قليله للغايه. ليه قليله؟ لانه في مسائل متعلقه بقانون التعليم ولا يمكن الوزير انه يغيرها، لان القانون يصدر عن البرلمان ولا يصدر عن الوزير. فبالتالي مساله انه حصل تغيير في فتره ما، انه سنه 5 وسنه 6 مثلا الثانويه العامه دي اهتمت في مرحله معينه واصبحت هي نوع من الايه؟ من الطرفه بتقال كل حين، لكن الوزير ليس له صلاحيات. لا، نظام الثانويه العامه برضه نفس الحكايه، نظام جديد لم يتغير. نظام الثانويه العامه للاسف اعتقد انه نظام عتيق للغايه، ونظام يعني اكل عليه الدهر ويجب تغييره من 20 سنه ولم يتغير، ونظام عتيق يعتبر من الأسوأ على مستوى العالم لانه لم يتغير تغيير جذري منذ اكثر من 20 او 30 سنه. طيب مدام جينا على سيره الثانويه العامه ودلوقتي الامتحانات شغاله وفي ظاهره غريبه السنه دي اللي هي ظاهره الغش الجماعي، يعني حضرتك شايفها ازاي؟ انا شايف في تحدي كبير جدا بيقابل المسؤولين في على الامتحان في التربيه والتعليم، هي متعلقه بالتطور التكنولوجي الكبير جدا في وسائل الغش، وده لابد من مواجهته بطرق جديده لان الطرق القديمه لا تجدي في هذا الامر. انا يعني خليني ارجع لحاجه اهم من كده، هو ان اسلوب الامتحان نفسه يشجع على الغش لانه اسلوب قائم على الحفظ، انه الطالب بيسمع في ورقه الاجابه ما حفظه خلال العام الدراسي. لابد ان نغير هذا النظام، هذا النظام فاشل وبدا تغييره من المرحله الابتدائيه والاعداديه. ارجو ان يتم هذا الامر بشكل كفء، لكن في المرحله الثانويه ما زلنا نعتمد على امتحان اخر العام. حضرتك كنت وزير لفترتين، يعني وده اللي هل حاولت انك حاولنا يعني طبقنا نظام التقويم الشامل سنه 2005. هذا النظام يعتمد على فكره التعلم النشط، وانه جزء كبير جدا من الدرجات تكون لانشطه وليس لمواد يتم فيها الحفظ. و2011 اكدنا هذا النظام واصدرنا قرار وزاري بيطبقه، وانا اعتقد ده اللي لابد العالم كله شغال فيه، ولابد ان وزاره التربيه والتعليم في مصر بتشتغل فيه في نفس الوقت، لانه لا يمكن اطلاقا نبقي على نفس النظام السابق. هو نظام يقيس مهاره واحده، هي مهاره الحفظ والاسترجاع. هذه مهاره لا اهميه لها في العالم الحديث، كل انسان يقدر على الانترنت يحصل على اي معلومات كيفما شاء، لكن المهم هو تكوين الملكات، القدرات، العقل النقدي، الاهتمام بأنشطة غير صفية. هذا هو التعليم الحديث. وبعض يعني المدارس أو كتير خلينا نقول المدارس غير الحكومية يعني بتتبع نماذج غربية في التدريس أو في المدارس اللي هي الأجنبية، بس ناس كتير شايفة ده أنه تغيير شكلي فقط، يعني مفيش تغيير في الجوهر. والدليل على كده أنه اللي بيتخرجوا من المدارس الأجنبية يعني بيكونوا أفضل شوية من اللي بيتخرجوا من المدارس الحكومية. يتوقف الأمر لأنه في أكثر من شهادة أجنبية في مصر. في شهادة بتهتم جدا بالمهارات الخاصة بالتعلم النشط كالدبلومة الأمريكية، وبالتالي تحصيل أقل، القدرة الطالب على الإلمام بالمعارف أقل، لكن في تأكيد لأهمية التفكير المستقل وأن الطالب يكون قادر على أنه يتصرف خارج إطار الصندوق. النظم أخرى بتهتم بمسألة التحصيل زي النظام البريطاني الاي جي، لها ميزة في هذا الأمر لكن ربما يعيبها الأمر الآخر. في كل حال النظم التعليمية في عالم مفتوحة، كل دولة كل في أكثر من نظام، أعتقد حتى في أمريكا أنا لاحظت أن هناك أكثر من نظام ليس نظام واحد، يعني في ما فيش نظام واحد للمدارس، كل مدرسة بتختار في إطار الديستريكت التعليمي النظام الخاص بها. فأنا أعتقد أنه في العالم كله في تطوير مهم، في تحدي كبير جدا للتعليم، يجب على أي نظام تعليمي يوائم نفسه مع هذا التطور، وإلا يبقى نظام متخلف عن العصر. الذي تحتاجه منظومة التعليم الآن لكي لا تنهار؟ يعني يمكن حضرتك أنت اعترضت على جزء في المقدمة أنه إحنا في ناس بيقولوا أن المنظومة التعليمية منهارة تماما، هل هي منهارة؟ أسمع تقييم من حضرتك. لا لا، النظام التعليمي بيقابل تحديات كبرى ومشاكل كبرى. السؤال ده حضرتك ماذا يجب أن نعطي التعليم حتى نتغلب على هذه المشاكل؟ أشياء كثيرة. نبدأ أولا بمسألة في اعتقادي في غاية الأهمية، وهي التمويل. التمويل يكفي لمتطلبات التعليم. عندما تعطي الطالب في المتوسط عدد قيم من الجنيهات مقارنة بأي طالب أو تلميذ في العالم كله، أنت تقضي عليه من الأول أنه لا يحصل على التعليم المناسب. الأمر المهم للغاية هو المعلمين، فيما يتعلق في مرتباتهم، فيما يتعلق بتأهيلهم، تأهيل جيد، لأن مهمتهم أو مهنتهم في غاية الأهمية. إذا أهملنا تأهيلهم هيكون عندنا صعوبة كبيرة جدا في أن أولادنا يحصلوا على تعليم جيد.
الامر متعلق ايضا بالنظام التعليمي. انا رايي الشخصي النظام التعليمي في مصر رغم ان القانون التعليم وقانون الاداره المحليه بنص على انه نظام لا مركزي، لكن للاسف بيدار حتى هذه اللحظه بطريقه مركزيه، وهذا ضد ما يحصل في العالم كله. والمفروض يعني يكون لا مركزي، لابد انه يتم الاشراف على المدارس على المستوى المحلي وليس على المستوى المركزي، لانه وزاره التربيه والتعليم لا يمكن ان تستطيع ان تراقب على 50,000 مدرسه على مستوى الجمهوريه، لكن كل واحده محليه في مديريات يعني تربيه وتعليم، كل واحده محليه المديريه هي نظام بيروقراطي في كل حال، لكن الوحده المحليه تستطيع. المجلس القروي، المجلس المحلي، المجلس الحي يستطيع ان يراقب وان يرى اذا كان مدير المدرسه يؤدي عمله او لا يؤدي، المدرسين يتواجدون او لا يتواجدون، العالم كله يعتمد على هذا النظام. طبعا في دور للاهالي كمان انه يحضروا مجلس امناء المدرسه، انه يشاركوا، وده برضه في مصر من اوجه القصور الموجوده عندنا، الاهالي وكلنا منهم بيتركوا تعليم اولادهم للاخرين ولا يهتموا بالتدخل. في مسائل متعلقه طبعا بالمناهج، في مسائل متعلقه باشياء اخرى، انا اظن في 10 12 محور لابد العمل فيهم على التوازي حتى نصل لتعليم اجود. ولكن الاولويه زي ما فهمت من حضرتك انه لابد انه ميزانيه التعليم تكون لها الاولويه. هقول لحضرتك احنا نحسبها من خلال البيانات اللي احنا عارفينها كلها بالنسبه للتعليم في مصر. احنا عندنا حاليا زي ما قلت لحضرتك في اكثر من 2 مليون طفل جديد بيولد كل سنه. ده يمثل ضغط على الابنيه التعليميه والمؤسسات التعليميه. عندنا حضرتك في اكثر من 40% من فصولنا نسبه او عدد التلامذه فيها اكثر من 40 تلميذ في فصل، وبالتالي دول بيمثلوا اكثر من الحد الامثل لعدد التلامذه داخل الفصل، احيانا في 60 واحيانا في 100. تخيل ان مدرس هيقدر يعلم اولادنا القراءه والكتابه والحساب واللغات الاجنبيه في ظل 60 70 تلميذ في فصل، هذا غير ممكن من الناحيه العمليه. عندنا مشكله ايضا متعلقه بالنظام التعليمي، لابد ان نؤكد تطويره في اتجاه التعلم النشط، اتجاه التلميذ يبذل جهد في العمليه التعليميه ولا يتلقى فقط مجرد معلومات يحفظها ثم يسترجعها في اخر العام. لدينا مسائل متعلقه بالمناهج وتطويرها وهي عمليه مستمره، لان المناهج تحتاج لتطوير كل يوم وليس مره واحده ثم نكتفي بهذا الامر. فتحديات كثيره جدا اعتقد لو بذلنا جهد فيها خلال الفتره القادمه بتفاهم من القياده السياسيه لاهميه واولويه التعليم، بعمل دؤوب من قبل الجهات الحكوميه، بعمل جاد ايضا من قبل مؤسسات المجتمع المدني في اشراف العمليه التعليميه، من قبل الاهالي، من قبل الاعلام، اعتقد ممكن نصل الى تطوير جيد ان شاء الله في العمليه التعليميه. المعلم، وضع المعلم في هذه المنظومه، انا اشرت انه مهم للغايه. المعلم هو العنصر الرئيسي في نجاح التعليم او عدم نجاحه، لانه في النهايه ابننا او بنتنا مثل المدرسه بيتعامل مع معلم، هذا المعلم هو قائد لهذا النشأ. اذا كان يفتقد الحماس لدوره، اذا كان يفتقد المعرفه والخبره والالمام بالتطورات التكنولوجيه الحديثه في مجال اساليب التعلم، اعتقد لن يستطيع ان يؤدي هذا الدور، بالاضافه طبعا لحقه في ان يحصل على مرتب ودخل يكفي له ان يعيش حياه كريمه، لان المعلم ليس مجرد شخص عادي في المجتمع، هو قائد. لا يلجا لمساله الدروس الخصوصيه مثلا. الدروس الخصوصيه ظاهره موجوده، لكن ليس كل المعلمين يعطون دروس خصوصيه، هذا نعلمه جميعا، نسبه قليله جدا من المعلمين تعطي دروس خصوصيه، فنتكلم عن المعلم بصفه عامه. الدروس الخصوصيه يمكن مواجهتها اذا قضينا على اسبابها، لانها هي عباره عن ظاهره نتيجه اسباب، من ابرزها كما تعلم حضرتك هو نظام الثانويه العامه الذي ما زال حتى تشتكي منه حضرتك انه في غش نتيجه حفظ وتسميع في ورقه الاجابه. اذا تغلبنا على هذا النظام وجعلنا نظام الثانويه العامه نظام كفء يؤدي بنا الى دخول طلابنا الى ليس فقط الجامعات النظريه، لكن هذا مهم في التعليم العالي، انشاء جامعات تكنولوجيه تستوعب اعداد كبيره جدا من الطلاب، لان عندنا حوالي السنه دي 450,000 طالب في ثالثه ثانوي. في الاماكن 450,000 تقريبا اعتقد، يعني في 450 ل 500. فانا اعتقد انه في الجامعات القدره الاستيعابيه قليله، سواء الجامعات الحكوميه او حتى الجامعات الخاصه اقل بكثير او المعاهد الخاصه، فاذا لدينا ضغط كبير جدا، ده يدفع الاهالي انهم يحاولوا ان اولادهم يحصلوا على مجموع كبير من خلال دروس خصوصيه ليجدوا مكان. أنا أعتقد واجبنا في الفترة القادمة مع الأمل في تصنيع، في زيادة الإنتاج، أن ننشئ مجموعة من الجامعات والمعاهد التكنولوجية تستوعب أعداد كبيرة من أبنائنا في المرحلة الثانوية. كان في يعني سياسة كانت بتصير بها عليها الوزارة في فترة من الفترات، وهي تشجيع الطلاب على الالتحاق بكليات التربية، ومن ثم يعني الرغبة في إعداد معلم يعني يقود النشأ زي ما بيقولوا حتى كده في الشعارات. هي كلية التربية في الواقع يعني كانت موجودة فترة طويلة، كلية التربية عين شمس أقدم كلية وإلى آخره، كليات متميزة، لكن جت فترة فعلا حصل توسع كبير جدا في كلية التربية، أصبح عندنا 25 كلية تربية. ربما لم يكن الأمر بشكل مدروس بشكل كافي، مستوى تدهور نسبيا في هذه الكليات، ولذلك هناك معاناة من هذا الأمر، لكن في نفس الوقت هي كليات مهمة
تعرف ممكن في نظامين في العالم، اما نظام تكاملي او نظام تتابعي، يعني ممكن يخرج الطالب من كتله العلوم او كتله الاداب ثم يدرس دراسه تربويه، او ان يدرس كما الحال في كليات التربيه دراسه تكامليه. ايا ما كان الامر هي كليات مهمه للغايه، لكن المهم هو تحسين اوضاعها، تحسين قدراتها. وانا اعتقد في برنامج في التعليم العالي كان اشتغل فتره من السنين لمحاوله تحسين اوضاع كليات التربيه. ولكن دكتور، يعني هل كل خريج من كليات التربيه يصلح ان يكون معلم؟ ليس بالضروره، ليس زي اي كليه ثانيه. يعني ليس كل خريج حقوق يصلح يكون وكيل نيابه او يكون محامي. فهي نفس الشيء ينطبق على التربيه. بس يعني في الفتره الاخيره، في السنوات، خلينا نقول يعني في السنوات الاخيره، كان في كم هائل من خريجي كليات التربيه، ويمكن دول في نظر بعض المراقبين والمتابعين للعمليه التعليميه اثروا سلبا على مستوى التعليم في مصر. لا، انا اعتقد التربيه والتعليم المشكله الرئيسيه فيها برضو سياسات حكوميه. نعترف انك لها جانب المسؤوليه، كيف تختار المعلمين؟ انا تصوري دائما ان اختيار من خلال مسابقه يتم فيها الامر بشفافيه، اختار افضل العناصر ثم اعينها. للاسف الشديد كان في سياسه الحكومه في ربما الخمس ست سنوات الاخيره من حكم الرئيس الاسبق مبارك هو عدم التعيين، وبالتالي جعلنا الامر لكل مديريه، كل مدرسه تتعاقد مباشره مع المعلمين، فالتعاقد بيتم بدون مسابقه، بدون اختيار الافضل، وبالتالي اصبح عندك معلمين للاسف غير مؤهلين بشكل جيد لاداء هذه المهمه. انا ارجو الفتره القادمه ان نعود لنظام شفاف في التعيين لاختيار اكفاء العناصر، سواء من كليه التربيه وهم العدد الاكبر بالتاكيد، او من كليات اخرى قد نحتاجها للتعيين في وظيفه معلم. طيب انا هرجع برضو لمساله قد ايه بنصرف على التعليم وعلى العمليه التعليميه، وكانت ليك حضرتك تصريحات اعلاميه قلت فيها ان دعم التعليم في مصر اقل من نصف دعم المحروقات البتروليه، مش عارف ده كلام. احنا اعتقد الميزانيه التعليم في حدود 60 65 مليار، في حين انه دعم المحروقات 140 هذا العام، يعني 140 بزرق. مليار جنيه بزرق. طيب 89% من الدعم ده بيروح للأجور مرتبات. أنا أعتقد في حدود ما بين 86 و88% بيذهب إلى بند المرتبات. طيب المتبقي هل يكفي؟ لا يكفي بالتأكيد، هي دي المشكلة. هل صحيح إن فعلا إنه مصر بتصرف على التلميذ أو الحكومة المصرية في أي حكومة، الحكومات السابقة والحكومة الحالية، حوالي 1/20 مما يصرف في دول أخرى؟ بالتأكيد وأقل في دول، حسب المقارنة، لكن في اعتقادي لا، الدول اللي هي زي مصر كده، في اعتقادي ان متوسط الصرف على التلميذ في التعليم قبل الجامعه في مصر هو من ادنى المستويات على مستوى العالم. هل تعتقد بانه الحكومه الحاليه النظام الحالي الجديد هيضع في اعتباره الاهتمام بالمنظومه التعليميه؟ انا اعتقد ان في بوادر ايجابيه. اول بادره حضرتك انه الدستور نص على حد ادنى للانفاق على التعليم، سواء قبل الجامعي او الجامعي او الصحه، وده يمثل حد ادنى مهم للغايه. تصريحات الرئيس السيسي حتى الان كلها تؤكد ان التعليم اولويه اولى. فانا اعتقد لو اهتممنا بهذا الجانب وتمسكنا بهذه الامور، فاعتقد ممكن نصل الى تقدم، خاصه ان الدستور نص على ان 4% او للانفاق على التعليم او 6% او 2% هي في البدايه ثم تزاد تدريجيا. فالامل ان هذه النسب من الناتج القومي الاجمالي تزيد تدريجيا مع الايام. طيب احنا هنخرج برضو من نطاق التعليم شويه، ولكن في اطار اوسع. الاصلاح المؤسسي، سبيل مصر الى مستقبل اكثر اشراقا، ده عنوان احد مؤلفات حضرتك. سؤالي، هل وضعت يدك على اوجاع وهموم الوطن من خلال يعني فكرتك للعبور للمستقبل؟ شوف حضرتك، بحكم الخبره الحياتيه، تخصص اولا تخصص متصل بالحياه العامه، باعتبار المياه العامه هي تتعلق بالقانون، تتعلق بالاقتصاد، أكيد. تتعلق بالسياسه بطبيعتها. ثم شاءت الظروف ان اعمل في الاداره فتره طويله في الجامعه حتى رئاسه الجامعه، ثم بعد ذلك اتولى وزاره التربيه والتعليم. عندما خرجت من الوزاره في اوائل 2006 فكرت انه علي واجب هو ان انبه لما وجدته من خلال معاشتي وخبرتي المشاكل الرئيسيه في مصر، المسألة تتعلق باشخاص، لما تتعلق بمشكله متعلقه باليات مؤسساتنا التي تعاني من قدر كبير جدا من التدهور الشديد. فبدات اكتب مجموعه من المقالات في الاهرام ثم في مصر اليوم تحت عنوان الاصلاح المؤسسي.
هي التي جمعت فيما بعد في يناير 2010 في هذا الكتاب. ربما مقدمة هذا الكتاب كانت تؤكد على ما حدث بعدها بعام في الثورة، سواء من ناحية الإصلاح السياسي أو الإصلاح الاقتصادي أو الإصلاح الاجتماعي، ونقد لسياسات كثيرة كانت موجودة في ذلك الوقت. فأنا أتصور أنه قدمت مساهمة ضمن آخرين في محاولة العثور على أسباب التدهور في مصر، وفي اعتقادي وما زلت مصر على هذا الأمر أن الأمر يتعلق بأن مؤسساتنا بصفة عامة، سواء مؤسسات تعليم، القضاء، الصحة، الداخلية، كل المؤسسات بلا استثناء تعاني من قدر من التدهور شديد أو قليل، وتحتاج إلى إصلاح. طيب. آليات عمل المؤسسات تحتاج إلى إصلاح، أهداف المؤسسات تحتاج إلى إيضاح شديد، الرقابة على المؤسسات تحتاج إلى إيضاح بشكل كبير، وليس رقابة شكلية لكن رقابة من ناحية الجوهر نفسه. هنتطرق إلى ده بشيء من التفصيل، مش التفصيل قوي لأن الوقت احنا زنقنا، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. فاصل قصير وهنرجع نكمل مع الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق. ورحب بحضراتكم مرة أخرى في الحياة اليوم، وبنستكمل حوارنا الشامل مع الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم الأسبق. برحب بحضرتك دكتور في الحياة اليوم مرة أخرى. وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن قضية الإصلاح المؤسسي، ويمكن المقال اللي أنا أشرت لي اللي نشرته حضرتك في 2008 تساءلت فيه عن السر في الإحساس العام بتراجع أداء المصريين أفرادا ومؤسسات في العقود الأخيرة. حضرتك نشرت المقال ده في 2008، هل تغير شيء من ذلك التاريخ إلى الآن بعد ثورتين حصلوا في مصر؟ لا، أنا أعتقد عندنا مجموعة من الأسباب اللي تؤدي للتفاؤل في اعتقادي. يعني بالتأكيد التغيير ما حصلش، ما زلنا بنعاني حتى هذه اللحظة، ما زلنا في مراحل انتقالية متتابعة منذ 25 يناير، لكن الأمل عند معظم المصريين وأنا منهم أنه الفترة الجاية تشهد تغيير. تغيير ايه مظاهره؟ اول شيء في اعتقادي ان احنا وافقنا على الدستور الجديد. هذا الدستور بيضع اساس للدوله التي نتمنى ان تتحقق على ارض مصر. اول شيء فيها في اعتقادي، وده يمكن اللي اسعدني انه الرئيس صرح به مؤخرا، هو مساله دوله القانون. لا يمكن تبدا اي عمل في مصر يؤدي لنتائج ايجابيه ما لم تكن هناك في الاساس احترام لفكره دوله القانون. ايه معنى دوله القانون؟ معناه انه ما يحكمنا هي قواعد عامه مجرده، ليس فيها نوع من التمييز بين احد، ليس فيها نوع من التفضيل لاحد على احد، ليس فيها نوع من العقاب لاحد الا في اطار القانون. اذا نحن اذا دوله شفافه، كل شخص يعلم حقوقه وواجباته، وان تحترم من قبل كل اجهزه الدوله ومن قبل المواطنين الاخرين حقوق الانسان، وأن يشجع على أداء واجباته. بس دكتور، ده لحضرتك بتكلم عنه ده جمهورية أفلاطون. لا، أنا أعتقد ده الأساس اللي يجب يقوم عليه سواء جمهورية أفلاطون أو الفارابي أو غيره، كل المدن الفاضلة. أنا ما عنديش مشكلة، أقصد الظروف، الظروف الحالية. يعني مثلا مصر يعني ضربتها موجة من موجة عنف وموجة إرهاب في الفترة الماضية، الحمد لله خفت. يعني أعتقد يعني هل الظروف اللي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة في الأشهر القليلة الماضية هتلعب دور في إعاقة إعادة الدولة أو هيبة الدولة أو دولة القانون؟ واجبنا أن احنا نقيم دولة القانون. من يخطئ يحاسب في إطار دولة القانون، لكن لا يمكن إطلاقا أن ننشئ دولة أخرى بخلاف دولة القانون. لا يمكن تكون دولة فوضى، لا يمكن دولة ظلم، لا يمكن تكون دولة محاباة للبعض على حساب البعض. القانون يكفل لهذا المجتمع أن يتطور للأمام. زي حضرتك بتقول أنه في ناس أخطأت، القانون موجود ويعاقب. إذا ابتعدنا عن هذه المفاهيم الأساسية لكل المجتمعات الحديثة، أنا أعتقد لن يكون الأمر إيجابي بأي حال من الأحوال. وذلك أنا متفائل أنه في إطار دستور وضع القواعد الأساسية، تشريعات ستأتي لتترجم هذه النصوص الدستورية إلى نصوص تشريعية. رئيس الدولة نفسه يؤكد اهتمامه بالانضباط، ويؤكد اهتمامه بأن يأخذ كل مواطن حقه وأن يؤدي واجباته. الحكومة تفعل نفس الشيء، الإعلام سيدعو لنفس الشيء، التعليم من خلال المدارس يلعب نفس الدور، المجتمعات، المنظمات المجتمع المدني. أعتقد جميعا نحن شركاء في هذه المسألة، ليس فقط الحكومة لكن كل المجتمع يجب أن يبذل جهد لدعم دولة القانون بالمفهوم الشامل الذي أقوله حاليا. المؤسسات فيها عوار، هذا العوار يعالج من خلال
قواعد شفافة في إطار منظم سواء دستوريا أو تشريعيا. تمام. طب لو انتقلنا إلى محور آخر، وأنا بسأل حضرتك كأستاذ للقانون والمالية العامة، شايف إزاي أوضاع الاقتصاد المصري؟ حتى الآن أوضاع أصحاب الغاية، لدينا عجز في الموازنة مزعج للغاية، لدينا دين عام تجاوز 1.7 تريليون جنيه، مبلغ كبير دين محلي، لدينا دين خارجي تزايد في السنتين الثلاثة الأخيرة، لدينا إنفاق على الدعم يتجاوز المعقول، لأنه نحن نترك جانبا الأسعار الحقيقية ونعطي أسعار وهمية ودعم وهمي يؤدي إلى عبء كبير جدا على الميزانية، ومن ثم تزايد في الدين العام. فنعتقد كل المؤشرات الاقتصادية حتى الآن صعبة، لكن المهم أن نبدأ الآن الخطوة الأولى في سبيل إصلاح هذه الأوضاع من خلال ضبط الإنفاق العام وترشيده، من خلال تقليل قدر الإمكان من الدين العام ومن عجز الموازنة. ستكون إجراءات صعبة في بعض الأحيان، لكن لا مفر منها. حضرتك أشرت إلى الدعم اللي بيخلي فيه أسعار يعني غير حقيقية. طيب، هل الدولة، هل الحكومة الحالية بتملك الجرأة على الاقتراب من هذا الملف الشائك اللي كانت الحكومات بترحله لبعضها؟ بالضبط، هذه المشكلة. المشكلة أن كل الحكومات كانت ترحل هذا الأمر، وده اللي أدى لتفاقم المشكلة. يعني لو كان من 30 سنة من 40 سنة بدأنا ناخد خطوات جدية في هذا الأمر، ما كنا قد وصلنا إلى هذا الحال. وبالتالي لو الحكومة الحالية هي كمان أجلت ورحلت، ستتفاقم المشاكل، وهذا ما لا أرجوه على الإطلاق. ما لا ترجوه ولا ما لا تتوقعه؟ لا، أنا أتوقع أن الحكومة تكون جادة في هذا الأمر، لأن لا مفر أمامها من هذا الأمر. لدينا رئيس جمهورية منتخب لمدة 4 سنوات، لديه ولاية سياسية 4 سنوات، يستطيع أن يبدأ بهذا النشاط. وأنا كنت مرة عملت دراسة نشرتها في مجلة مصر المعاصرة عن التحليل الاقتصادي للانتخابات من خلال من واقع التجارب في الدول الديمقراطية الغربية، أنه دايما الحكومات تبقى جديدة في أول الفترة النيابية بتاعتها، فترة الولاية بتاعتها، إجراءات لضبط الاقتصاد الوطني حتى وكانت مؤلمة بعض الشيء، ثم عندما تقترب الانتخابات لكي تفقد فرصتها لدى الناخبين تبدأ أنها تيسر الأمور شوي. فنعتقد بالمنطق ده أن احنا عندنا في بداية فترة يستطيع رئيس الدولة أنه يكون أكثر حزما في هذه المسائل، وإلا الأمور تتفاقم. وفي مسائل أخرى، يعني مثلا احنا شايفين دلوقتي محاولات لإعادة الانضباط إلى الشارع المصري. ده هو دولة القانون. في النهاية لا يمكن إطلاقا أن الإنسان يفرض نفسه في الشارع، لابد يكون في حساب لكل مواطن على ما يفعله، لأنه في النهاية في مرجعية هي القانون، والقانون هو كما أشرت منذ قليل عبارة عن قواعد عامة مجردة ليس فيها محاباة. لا يزعجني إطلاقا أن أحترم القانون، لأن الكل يجب أن يحترم القانون. وإحنا نتكلم عن الاقتصاد لابد أن نتحدث أو نشير بشكل كبير إلى مسألة الاستثمارات، سواء كانت استثمارات أجنبية عربية وحتى مصرية، المستثمرين المصريين. هل نحن في حاجة فعلا لتعديلات تشريعية لتشجيع الاستثمار؟ هقول لحضرتك، احنا هدفنا الرئيسي زيادة الانتاج. زيادة الانتاج بيتم من خلال الاستثمار. الممول الرئيسي للاستثمار هو الادخار. الادخار المحلي عندنا متواضع للغاية، ودي ظاهرة مصرية بقى أكثر من 50 سنة، 14% 13%. احنا هدفنا نصل الاستثمار إلى حوالي 30%. الفجوة ما بين الادخار والاستثمار يجب يكون فيها تمويل. هذا التمويل يأتي في معظم الدول من الخارج، طالما نحن لدينا سوق قاعدة ولدينا عدد سكان كبير، لدينا فرص استثمارية جيدة للغاية. فإذا لابد من تشجيع. هل هذا التشجيع يتم من خلال نصوص كالمزايا الضريبية؟ لا أعتقد أن هذا مجدي. العالم كله يتخلى عن هذا الأمر. العبرة أن توفر بيئة استثمار جيدة أكثر من أن تعطي مزايا جمركية أو مزايا ضريبية. فنعتقد المهم الآن هو توفير هذه البيئة. ايه مقومات البيئه دي؟ البيئه دي الامن اول عنصر، لانه لو ما فيش امن ما فيش مستثمر هيستثمر، ده شيء طبيعي. الامر الثاني هو الانضباط القانوني، بحيث انه الحكومه تكون ملتزمه بتعاقداتها ولا تتغير هذه الالتزامات من يوم لاخر من حكومه لاخرى، والا في النهايه يبقى في نوع من عدم الاستقرار وعدم اليقين. في اعتقادي في عناصر كثيره يمكن لاي حكومه ان تتخذها في سبيل توفير مناخ يشجع الاستثمار. مصر كما قلت سوق واعد مهم للغاية، الكل يتمنى أن يعمل فيه، لكن أن أضع قواعد منضبطة ثم أن أقضي على البيروقراطية، لأن البيروقراطية عنصر سلبي للغاية. عندما يأتي مستثمر ويحاول سواء محلي أو أجنبي أن يستثمر ويقابل كل يوم بمشاكل بيروقراطية سيفر من هذا المناخ بالتأكيد. فنعتقد ده واجب الحكومة أن تضع هذه الأمور بشكل حاسم وشفاف. في الفترة الأخيرة بنسمع عن مشروعات كبرى، زي مثلا مشروع
محور أو تطوير محور قناة السويس. هل يعني نتفائل بهذه المشروعات؟ يعني احنا زمان سمعنا عن مشروع توشكا، عن مشروعات يعني مختلفة، ايه اللي خلينا مثلا ننظر الى هذه المشروعات زي مثلا مشروع محور تطوير محور قناة السويس بهذا القدر من التفاؤل؟ هقول لحضرتك يعني بالتأكيد ما حصل في فوسفات أبو طرطور أو ما حصل في توشكا مشكلة كبيرة جدا، أنه في مشروعات تم الإنفاق المليارات فيها ولم تؤتي ثمرها نتيجة إما سوء التوقيت، سوء الإدارة، سوء الاختيار، عدم جدوى المشروع، أسباب كثيرة جدا للأسف أدت إلى هذا الفشل. المشروعات الجديدة يجب أن تدرس بعناية، لكن في كل الأحوال لا أعتقد أننا سنقتصر على الوادي الضيق، لابد أن نفكر خارج الصندوق، نفكر خارج هذا الإطار. فوجود مشروعات كبرى جديدة أمر مهم، لكن مهم أن ندرس وأن نمشي خطوات ثابتة، خطوات ربما تكون ليست سريعة لكن مدروسة بشكل كبير جدا، حتى لو ننفق مليارات نحن بحاجة إليها على أشياء وهمية. لكن أنا شخصيا يعني أدرك أن مشروع كمشروع محور قناة السويس مشروع مدروس أكثر من مرة، وأنا أعتقد هو واعد للغاية، لأنه منطقي أنك أنت عندك محور رائع جدا هو قناة السويس، وفي يمر بسهولة العالم وكيف لا تستغله؟ هذا أمر ضد العقل أن يبقى بلا استغلال. فأنا أعتقد أن هذا المشروع إذا تم بطريقة شفافة ومدروسة يمكن أن يأتي بثمار. وأيضا ما يتعلق برضو يعني ما يريد أن ينفذه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يكون استغلال جيد واستخدام جيد لإمكانيات كل ظهير صحراوي مثلا لبعض المحافظات، يعني إنشاء محافظات أخرى. بالتأكيد هي النقطة الضعف الوحيدة في مثل هذه المشروعات هو التمويل، لأنك أنت محتاج يعني تتعمق في الصحراء في مناطق ربما غير مقبولة حتى الآن، يحتاج إلى تمويل كبير جدا. لكن الفكرة جيدة، وأنا أعتقد هو الدكتور فاروق الباز لما تكلم عن محور التنمية كان الهدف في النهاية هو الانتقال من الزحام الشديد جدا في الدلتا والصعيد إلى أفاق أوسع في اتجاه الغرب. فأنا أعتقد هذه المشروعات جيدة، لكن المهم أن تدرس بعناية وألا نقع فريسة لصرف مبالغ ضخمة للغاية في خطوات قد لا تكون مجدية بنفس توقعاتنا. طيب سؤال يعني مش عارف إذا كان يعني سهل ولا صعب، حضرتك شايف إزاي تشكيل الحكومة الجديدة؟ يعني أنا أعرف بعض الوزراء بدون دبلوماسية. بدون دبلوماسية لا، يعني أولا المهندس إبراهيم بحلب نشيط للغاية وأعرف مدى نشاطه، المجموعة اللي تختارها لا أعرفهم كلهم لكن أعرف بعضهم وأعرف أن لديهم قدر من الطاقة والنشاط. آمل كثيرا أن هذه الحكومة تنجح في مهامها، وفي كل الأحوال هذه الحكومة محكومة بفترة زمنية نتيجة أنه وفق الدستور الجديد سيكون لدينا حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية. فأرجو أن يثبت زملائي في هذه الحكومة قدرتهم وأن يعني يستطيعوا أن يقودوا هذا المجتمع لخطوة الأمام إن شاء الله. بس برضو في ناس كتير يعني عندها علامات استفهام، بناء على إيه تم اختيار هؤلاء السادة الوزراء؟ يعني مثلا المهندس إبراهيم محلب قال إنه هتكون مفاجأة ومش عارف ينتظروا مفاجأة، يعني ما كانش في أي مفاجآت، يعني في أسماء كانت يعني مكررة. في اختيار أعضاء حكومة لا يمكن ترضي كل الناس ولا يمكن أن ترضي كل التوقعات، بالتأكيد دائما سيكون هناك تساؤلات حول هذا الاختيار أو ذاك. لكن في اعتقادي أنه الدستور أناط في هذه المرحلة بالرئيس الجمهورية أن يختار رئيس الوزراء الذي يشارك مع رئيس الجمهورية في اختيار أعضاء الحكومة، لنترك لهم هذا الأمر ونحاسبهم في النهاية على ما يقدمون. دكتور أحمد، كيف ترى نظرة الغرب الآن إلى ما يجري في مصر؟ يعني أنا شايف الغرب كالعادة يعني أناني شوية، بمعنى أنه دائما يفكر في مصالحه أكثر ما يفكر في أي شيء آخر، وبالتالي هو متحفظ. هذا التحفظ يترجم إلى حد كبير جدا يعني حسابات الغرب التي هي حسابات مبنية على المصلحة الذاتية أكثر من شيء آخر. لكن أنا متفائل أنه تدريجيا سيدرك الغرب أنه لا مفر إلا باحترام إرادة الشعب المصري، وأن يتم التعامل مع هذه يعني الحكومة الجديدة في إطار أنها اختيار للشعب المصري من خلال اختيار رئيس الجمهورية في انتخابات نزيهة. هل يمكن أن يضع عراقيل أمام يعني التطور الحالي في مصر؟
لا أعتقد، العبرة بالداخل أكثر من الخارج. الداخل أهم ألف مرة من الخارج في دول العالم كلها. يعني هو بالتأكيد لا ينظر بعين الرضا لما يحدث في الصين، لكن الصين تفرض نفسها على المجتمع الدولي نتيجة جهودها في الداخل، ونفس الشيء في روسيا مع بوتين حاليا. أنا أعتقد أنه إذا كنا أقوياء في الداخل سنفرض على الخارج أن يحترمها. طيب يعني إذا كنا أقوياء في الداخل، هل ترى أن المرحلة الحالية ستزول منها العراقيل التي وقفت أمام الحكومة في الشهور القليلة الماضية، مثلا زي مسألة العنف الإرهاب؟ يعني أنا أتمنى أن الفترة القادمة تشهد هدوء أكثر، سواء فيما يتعلق باضطرابات فئوية أو اضطرابات سياسية، وأتمنى أن يراجع من يقوم بهذه الاضطرابات نفسه، لأنه في الواقع هذا لا يحق مصلحة الوطن على الإطلاق. ثم أتمنى دائما أن يتم احترام دولة القانون من حيث أن يعامل كل شخص بحسب الجرم الذي ارتكبه وليس أكثر من ذلك. يطبق الدستور، احترم نصوصه، نصوص قانون العقوبات تحترم، وبالتالي يشعر كل مواطن أنه آمن على نفسه في هذا المجتمع الذي فيه نص القانون الحاسم لكن لا أكثر ولا أقل. طيب جماعة الإخوان كيف ترى مستقبلها؟ يعني مثلا النهاردة لفت نظر كثيرين أنه خيرت الشاطر الرجل الثاني في الجماعة يعني قال بعض العبارات هو داخل القفص أثناء محاكمته، قال نحن مكملين ومعدنا في ميدان التحرير وإلى آخره. يعني كيف ترى ذلك؟ يعني أتصور أنه في ناس كثير في المجتمع حاليا يعني يأخذهم الحماس للتفكير تفكير غير واقعي. الوضع في مصر تغير بشكل كبير واضح للغاية، وأنا أعتقد كل من يريد إرجاع الماضي سيفشل بالتأكيد، لأنه لكن هناك أغلبية واضحة جدا للشعب المصري تريد أن تستمر في هذا الاتجاه، اتجاه بناء الدولة وليس الفوضى وليس العنف. العنف ليس من طبيعة الشعب المصري، الفوضى أيضا مكروهة من معظم الشعب المصري. فأنا أعتقد من يريد أن يبني يجب أن يتحرك في هذا الإطار الجديد، إطار خريطة الطريق وإطار الدستور الجديد، ده رأي الشخص على الأقل. تمام، رغم أنه كان في اتهامات يعني تطاولك في فترة من الفترات أنك كنت قريب من الجماعة. يعني ما أعرفش أنت جبت منين الكلام ده. في كل الأحوال سهل أن تتهم أي إنسان، لكن ليس مسألة اتهام. في كل الأحوال الإخوان كانوا موجودين في السلطة وكنت موجود في نفس الوقت ولم يكن هناك أي احتكاك بيني وبين الإخوان. أنا أدافع عن القانون باستمرار في كل مكان. كون أنك أنت عندك قريب إخواني أعطت كل من لديه في عائلته أقارب من الإخوان. في كل حال أنا دائما أرى أن مصر سيبنيها كل المصريين بلا استثناء أو بلا استبعاد، لكن في إطار دولة قانون يعاقب كل من على أفعاله إذا أجرم في حق الدولة. يعني المصالحة المشروطة؟ أنا أعتقد أنه ما قاله رئيس الدولة الفترة الأخيرة أنا أوافق عليه تماما، أنه كل من لم يلوس نفسه بدماء المصريين هو جزء من المجتمع المصري، ويجب أن نستوعبه في إطار هذا المجتمع في إطار احترام القانون. بس هو كمان قال أنه يعني في عهدي لن يكون وجود لجماعة الإخوان. يعني نأخذ بالكلام الأخير على الأقل. الجماعة، أنا أتكلم عن الجماعة. الجماعة من السهل أنك أنت تستبعد الجماعة الأخطاء، لكن أتكلم عن المواطنين. لا يهمنا الجماعة، لكن يهمنا كل مواطن مصري لمجرد أنه متهم بشيء يستبعد، هذا أمر ضد القانون ما لم يكن قد ارتكب فعلا مؤثما بالقانون. ربما لا يعرف كثيرون أن الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق روائي، يعني ستصدر لك رواية عما قريب، لقاء في واحة الحنين. موضوعها دي الرواية الثانية في كل الأحوال. السنة اللي فاتت صدر الرواية الأولى اللي هي فتاة هايدلبرج الأمريكية. الرواية الجديدة حقيقة موضوعها موضوع مختلف عن الرواية الأولى، هو أنه مجموعة الشباب اللي كانوا موجودين في جامعة القاهرة في يناير 72 اللي قاموا بمظاهرات ضد الرئيس السادات لما تكلم عن الضباب، وكانوا عاوزين أنه نواجه العدو الإسرائيلي ونخرج من احتلال سيناء. يناير 72. يناير 72. وحضرتك كنت واحد منهم. كنت واحد منهم. فالسؤال بعد 40 سنة لو حد فكر يدعو زملائه للقاء، إيه اللي حصل للناس دول خلال 40 سنة؟ هتلاقي واحد منهم أصبح يساري، واحد ناصري، واحد حزب وطني، واحد إخوان، واحد سلفي أو واحدة إلى آخره. فخدنا مجموعة عناصر يعني الشخصيات في هذه الرواية، وبنحاول نشوف إيه اللي حصل في مصر ثم إذا التقوا في واحة من واحات مصر الجميلة، إيه اللي ممكن يحصل بينهم. ده السسبنس اللي هنسيبه. يعني تنوعت المشارب والتوجهات والاتجاهات، وحضرتك في الرواية دي موجود
اي شخصيه بقى؟ في كلهم. في كلهم. يساري ولا اخواني؟ انت هتحكم نفسك لما تقرا الروايه. خلاص ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور احمد جمال الدين موسى وزير التربيه والتعليم الاسبق. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. وبكده تنتهي حلقتنا النهارده من الحياه اليوم. نشوفكم بكره باذن الله. صباح الخير.